يبدو أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لن تضع أوزارها قريبا خاصة مع التطورات الميدانية المتلاحقة على الأرض وخاصة أيضا مع التحذيرات المتبادلة بين موسكو والغرب وتصاعدها مع الإعلان عن إجراء استفتاء لانضمام عدة مناطق أوكرانية إلى روسيا التصعيد الجديد جاء من موسكو بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوقيع على مرسوم باعلان التعبئه الجزئيه من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبره في القتال قائلا إن الغرب تجاوز كل الحدود بسياساته التي وصفها بالعنيفة من الضروري جدا دعم مقترح لوزارة الدفاع الروسي وهيئة تلك العامة لإجراء التعبات الجزئية في روسيا بود أن يدور الحديث عن التعبات الجزئية فهم في احتياطات الجيش الروسي وأولئك الذين قد خدموا في في الجيش المسلح والقوات المسلحة ولديهم اختصاصات عسكرية معينة وعقب إعلان بوتين قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إنه سيتم استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط ومشيرا إلى أن الجيش يتمتع بموارد ضخمة بالإضافة لخمسة 25 مليون فرد هذا واستدعى ايضا توقيع بوتين ردود فعل متباينه لعده دول حيث انتقدت عواصم غربيه القرار ووصفت السفيره الامريكيه لدى اوكرانيا هذه الخطوه الروسيه بانها علامات ضعف وفشل روسي من جهتها قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن أعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط في البلاد يعد تصعيدا مقلقا للحرب في أوكرانيا ويجب أخذ الأمر على محمل الجد نائب المستشار الألماني من جانبه أيضا أكد أن التعبئة الجزئية للجيش التي أمرت بها روسيا هي تصعيد إضافي للصراع في أوكرانيا تدرس الحكومة الألمانية الرد عليه اما بالنسبه لكييف فأكدت على لسان مستشار الرئاسه الاوكرانيه بأن التعبئه الروسيه كانت خطوه متوقعه ومضيفا انها لا تحظى بشعبيه كبيره وتؤكد ان الحرب لا تسير وفقا لخطه موسكو على حد قوله هذا واعتبر المسؤول الاوكراني بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول تحميل الغرب مسؤولية إطلاقه حربا غير مبررة والوضع الاقتصادي المتدهور في بلاده. تتصاعد حدة الخلاف ما بين روسيا والغرب، حيث يتخوف الجميع من نشوب مواجهة مباشرة ما بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، والتي سيكون معناها نشوب حرب عالمية ثالثة.